مرحبا سينار، يعني هذه التطورات الميدانية هي على حالها بل إنها تتصاعد في التطور، لا سيما ونحن نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي أغار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الزويدة وهي المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية لوسط القطاع وأيضا المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لوسط قطاع غزة. هذه المناطق التي باتت اليوم هي ضمن مناطق إخلاء جديدة قد تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي، ويجبر الفلسطينيين أن يغادروا من هذه المناطق، وهي بالتحديد المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، أي ما يبعد عن مكان تواجدنا هنا من كيلو ونصف إلى 2 كيلو متر مربع. هذا الأمر الذي دفع عدد كبير من سكان المناطق الشرقية للخروج منذ ساعات البدر. بدأت حالات ورحلات الإخلاء من قبل هؤلاء المواطنين، نتحدث عن أكثر من 200,000 مواطن ما بين شرق دير البلح وأيضا منطقة القرارة القريبة منها، باتوا في عداد الذين يطلب منهم النزوح، وبالفعل بدأت حالات النزوح، لا يعرفون أين سيتوجهون وإلى أي مكان يمكن أن يكون مكانا آمنا، وهم في لحظة نزوحهم إلى أماكن يصف الاحتلال الإسرائيلي بأنها أماكن آمنة يستمعون في الأخبار إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة في ضمن نطاق الأماكن الآمنة التي كان الاحتلال الإسرائيلي قد تحدث عنها سابقا، وهي مواصي خان يونس كما تحدث الزميل إبراهيم قنن قبل قليل. لتصبح هذه الاستهدافات وهذه الملاحقات الإسرائيلية للفلسطينيين حتى في الأماكن التي يدفعهم عليها الاحتلال الإسرائيلي هي مخاوف مشروعة وقلق مشروع من قبل هؤلاء الذين يبحثون حتى هذه اللحظة عن مكان آمن في قطاع غزة. تتقلص المساحات الآمنة التي يصفها الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تزداد أيضا رقعة الاستهدافات الإسرائيلية في هذه الأماكن ليبقى حتى هذه اللحظة لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، لا يوجد مكان تتوفر فيه أدنى مقومات الحياة في قطاع غزة، لا يوجد أيضا من يقدم يد العون والمساعدة لهؤلاء الذين ينزحون في تحت أشعة الشمس الحارقة هذه بأطفالهم بنسائهم بأقل إمكانيات واحتياجاتهم. حتى المواصلات هي قليلة جدا وغير موجودة، وإن كانت موجودة فهي باهظة الثمن، لا يوجد في جيوبهم المال، فبالتالي المعاناة صعبة مركبة، وهذه الرحلات باتت تزداد مع كل طلب وأمر إخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين. ونشاهد بأن حتى من يبقى في مكانه لا يأبه الاحتلال الإسرائيلي في قتله، ومن ينزح أيضا لا يأبه الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه وفي قتله. كل هذه الأمور هي تسير تحت منظر ومرأة ومسمع من طائرات الاستطلاع التي تحلق في سماء قطاع غزة بشكل مستمر لا تتوقف، وهي ترصد عن كثب كل ما هو داخل قطاع غزة.